الذي يريد حسن الخاتمة والذي يريد أن يكون من الفائزين ومن المكرمين ومن الناجين يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى، عليه بالإيمان والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله، ربهم الله لا رب لهم سواه، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الذي يعيش في الدنيا موحدا، إذا جاءت المصائب والكربات والشدائد يلجأ إلى الله لا يلجأ إلى البشر، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، لا يلجأ إلى الأموات، لا يلجأ إلى الذين فارقوا الدنيا، لا يلجأ إلى القباب، لا إلى الأضرحة، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، يلجأ إلى ربه ومولاه وإلى سيده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال الله تعالى في سورة الرعد، ومن سمع هذه الآيات معاشر المؤمنين فلم تحرك فيه ساكنا ولم تغير من عقيدته إن كان صاحب عقيدة منحرفة، ولم تؤثر فيه فوالذي رفع السماء لا خير فيه. قال الله تعالى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، لا يعلم الغيب سواه، لا يذهب العبد إلى الدجالين والعرافين والذين يدعون علم الغيب وأنهم يرون ما لا يرى البشر وأنهم يطلعون على الغائبات والمغيبات، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. خلق الله لك معقبات، ملائكة من بين يديك ومن خلفك يحفظك الله بها من شرور الجن ومما لا ترى، فلا تحتاج إلى تعليق التمائم والحجبات والكمون والودع وغير هذه الأمور، لا تعلق شيئا، تعلق بالله. حتى القرآن، القرآن يحفظه الله لا يعلق للحفظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الله تعالى، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، إذا جاء البرق خاف الصغار وفروا، وإذا جاء البرق فرح أهل الزرع وطمعوا في رحمة الله،
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. بعد هذه الأمور يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه الذين يلجؤون إلى غير الله يدعونهم في الشدائد والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. قال علي رضي الله عنه هذا مثل ضربه الله تعالى كالذي يقف عند البئر وينادي الماء فهل يأتيه الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. الذي يدعو غير الله كالذي يقف عند بئر وينادي الماء والماء لا يصل إلى فيه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أن يكون العبد معاشر المؤمنين محسنا للظن بربه مهما أذنب ومهما عصى يلجأ إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من أراد حاجة من حوائج الدنيا أو من حوائج الآخرة فليقم بين يدي الله في الليالي وفي الدياجي وليسأل ربه لا يسأل مخلوقا، كما قال ابن النحوي رحمه الله تعالى: طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك هموما أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد.